الشيخ الدكتور عبد الله، لماذا تأخرت معركة غفران الأقصى؟ ولماذا كان هذا التوقيت السبب؟ دائما يقولون لا يمكن للقاعد أن يحلل حقيقة المجاهد، ومنذ نعومة أظفارنا ونحن نرى ما يفعله الصهاينة في أطفال فلسطين، وقد قرأنا ورأينا حتى موثق بالفيديو والصور كل حملات الإبادة التي وقعت لقرى فلسطين، والتي ظهرت عند بداية معركة الطوفان الأقصى، والتي سماها الصهاينة بأسماء غريبة حتى ينسى العالم أسماء القرى الفلسطينية التي أخرج أهلها منها ظلماً وجوراً وعدواناً. ورأينا ذلك الجندي الكبير في السن، ورأينا صورته وهو شاب في العشرينات، وقد قتل من قتل من عائلات أهل فلسطين، قتلهم رميا بالرصاص، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يعتقل مع من اعتقل في معركة طوفان الأقصى، كما يقال في يوم 7 أكتوبر، والذي أخرج فيه مجموعة من الصهاينة أسرى فكان منهم. والحقيقة بأن أهل فلسطين لم يقفوا ولم يتوانوا عن دحر هذا العدوان الغاشم الظالم الذي تدعمه الإمبريالية العالمية، والطفل الذي كان قبل 20 سنة يواجه الدبابة بالحجر، ويواجه الدبابة بالمقلاع، ويواجه الدبابة بالآلات البسيطة، ها هو ذلك الطفل اليوم يضع القنبلة ويضع المقذوف من مسافة 0 بل وأقل في هذه الدبابة التي لم يخشاها وهو صغير بالحجارة، فكيف له اليوم أن يخشاها وقد كبر حلمه أن يخلص بلده من هؤلاء الأنجاس؟ كبرت همته وكبر حلمه وكبر فكره، فأصبح يواجه هذه الدبابة بما طوره من آلة الجهاد في سبيل الله. والحقيقة الذي يقول اليوم أن الحماس وكل فصائل المقاومة قد استعجلوا، هذا يعني ممكن أن نقول كذاب أشر، يمكن أن نقول أفاك أثيم، يمكن أن نقول مخذل، يمكن أن نقول جبان، يمكن أن نقول له يعني متصهين، يمكن أن نقول له كثير من الأشياء، لأن حياة الفلسطينيين منذ أن دخل هؤلاء الأنجاس في الأرض المقدسة فحياة الفلسطينيين تعيسة بكل المقاييس المادية وليست المعنوية. انظروا إلى البنية التحتية في المخيمات، انظروا إلى البنية التحتية في يعني القرى الفلسطينية، كيف هؤلاء يخنقون في لقمة عيشهم، يخنقون في صحتهم، يخنقون في كل شيء، لكنهم تربوا على مائدة القرآن، فغصت مساجدهم بحفظة القرآن، حفظة القرآن الذين عمروا قلوبهم بالقرآن الكريم. رأينا أول أمس ذلك المجاهد الذي تعقبته كاميرا الصهاينة وقذفوه، هذا الرجل يحفظ القرآن ومعلم للقرآن ومحفظ للقرآن، فعندما جاءت ساعة نهايته إذا هو يسجد لله سبحانه وتعالى، لأن قلبه يعلم بأن ما عند الله خير وأبقى.
فهذه التربية الإيمانية على الجهاد في سبيل الله، وهذا التطور النوعي لمقاومة الفلسطينيين للعدوان الصهيوني الغاشم اليوم المستمر، هم الذين اختاروا التوقيت، وهم الذين اختاروا الكيفية، وهم الذين بنوا لأنفسهم ما يذل هؤلاء المغتصبين. واليوم كل المؤشرات والأرقام العالمية تشير بأن هؤلاء الصهاينة وما يسمونه دولة قد انهارت تماما في اقتصادها، في قواتها، في سمعتها، أصبحت في الحضيض بهزيمة النكراء، لم يبق لها إلا ما تمده إلا ما تمدها به طائرات العدوان من الدول الكبرى التي يسيطر عليها هؤلاء الصهاينة وعلى قرارها، لتمدهم بالسلاح من أجل الفتك والقتل. وأما لا يوجد أي نصر، حتى حذاء يحيى السنوار الذين فرحوا أنهم حصلوا على فردة حذاء، هذا يعني لا يعد انتصار، بل هو في الحقيقة بحث عن انتصار يدل على هزيمتهم، هزيمتهم ماديا ومعنويا ونفسيا. أرقام خيالية في المستشفيات، أرقام خيالية في التمرد، أرقام أموال، الأرقام يعني المالية خيالية، أكثر من مليون نزحوا من أراضيهم إلى غير رجعة، أصحاب الجواز المزدوج، وأكثر من مليون في الملاجئ، وأكثر من مليون أصبحوا في الفنادق والأماكن البعيدة. غير هذا أن كل غلاف غزة، هذه المستوطنات التي كانوا يروجونها للغرب، لليهود الغرب، تعالوا إلى بلد الأمان والاقتصاد والجمال، وصاروا يبذلون الآلاف لمن يعود إلى بيته فلا يعود أحد. كل هذا ألا يعد نصرا؟ ألا يعد نصرا من يخرج بقذيفة قيمتها 200 دولار فيفجر دبابة قيمتها 6.5 مليون؟ يعني كلمة أبو عبيدة الأخيرة يعني ذكر كم من 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 الدبابات التي أعدمت. هذه كلها مسيرة اقتصادية خاسرة لهؤلاء، وغير هذا وغير هذا. فالحقيقة كل هذه انتصارات. هذا التوقيت توقيت فارق فاصل، ليس فقط للفلسطينيين وللمسجد الأقصى، هو طوفان الأقصى، ولكنه في الحقيقة هو يعني طوفان لكل هذا العالم، ليرى حقيقة أمريكا وحقيقة فرنسا وحقيقة بريطانيا وحقيقة كل الدول الغربية، كيف هي تنادي بحقوق الإنسان وترى الأطفال بلا مأوى ولا زاد ولا دواء ولا، يعني كل منظمات حقوق الإنسان أصبحت خاسرة، وكل ما تنادي به من المبادئ والقوانين أصبحت منتكسة. فالعالم محتاج الآن إلى فرمة جديدة، إلى دورة جديدة، حتى يمكن أن يصدق العالم العاقل أن هؤلاء فعلا منظمات دولية تحمي حقوق الإنسان. هذه كلها انتصارات.